إذا حامد السلامي على صاوة عجمان. الملك شادي البيروتي المدرب يوسي أيضا. أحمد أبو جبل على صاوة أفنر. دفاع الكلاسيك رشيد المباركات إبراهيم محمد دياب أبو دياب. الملك والمدرب والملك لله. قيادة أحمد أبو جبل أمير الصحراء. دفاع الكلاسيك رشيد الأم ناهل. الملك جهاد غدير المدرب أيضا جهاد. القيادة لإياس أبو جبل. إذا الشوط القادم إن شاء الله سينا زهرة الملكة وبنت المقنع. حملات تنزيلات هائلة جميع الخضار 3 كيلو ب 10 شيكل، 2 كيلو جنحان ب 10 شيكل، 8 كيلو فخاد دجاج ب 100 شيكل، 4 كيلو صدر ب 100 و 4 كيلو برقيت ب 100. تنزيلات هائلة لشبكة حوانيت الدوحة. عجمان تطلب من الاخوه العاملين على جهاز الانطلاق وادخال الخيول. امير الصخره اظنر تورنادو عجمان وبرنس ايضا. تورنادو عمليه الاحمام مع خالد سعدي. برنس ايضا عمليه الاحمام مع زنور بالجهه الاخرى من الميدان. لتفتح الأبواب. وفعلا إخواني ينطلق الشوط السابع على بركة الله. بسم الله ما شاء الله. يا أبو جبل وأميرة الصحراء متصدر المجموعة بالاسم زنور بالمرتبة الثانية. أحمد أبو جبل وعبدالله بالمرتبة الثالثة بل بالمرتبة الثانية. الأحصنة في مجموعة واحدة بالمراحل الأولى من السباق. الأحصنة في مجموعة واحدة بالمراحل الأولى من السباق. ما يزال أمير الصحراء متصدر المجموعة. أفنر بالمرتبة الثانية. برنس الآن بالمرتبة الثالثة. الخيول الآن دخلت المنعطف الأول. ما يزال أمير الصحراء متصدر المجموعة. برنس الآن مع زنور يسحب نحو المرتبة الثانية. الخيول الآن ما بين المنعطفين بقوبة على دخولها الخط المستقيم. حامد السلايمي مع عجمان الآن يندفع بالأمطار الأخيرة. لكن أمير الصحراء ما يزال متصدر. زنور الآن يندفع مع برنس. زنور يندفع مع برنس. لكن أمير الصحراء بالتنازل على المرتبة الأولى. أمير الصحراء وبرنس. أمير الصحراء بالمرتبة الأولى مع ياسر أبو جبل. برنس بالمرتبة الثانية مع زنور. وعجمان بالمرتبة الثالثة مع حامد السلايمي. التتويج أمير الصحراء بدفع الكلاسيك رشيد الأمنال. مالك المدرب جهاد غدير. مبروك جهاد، ألف ألف مبروك. محضر ومنظر هذا الحصان أمير الصحراء. تتويج جماعي أمير الصحراء وبرنس كونهم ينتمون من نفس البلد كير المكسور. مبروك ألف ألف مبروك برنس الملك محمود جنداوي. القيادة كانت لزنور. أمير الصحراء القيادة كانت لأياس أبو جبل. أبو علي مصبيح سليم كأس المرتبة الثانية. أبو فارس فتحي الحسن من المشهد يسلم كأس المرتبة الأولى. مبروك ألف ألف مبروك
لأمير الصحراء وبرينس عجمان صاحب المرتبة الثالثة، الخيال حامد السلايمي أبو علي أيضا يسلم كأس المرتبة الثالثة، الملك شاد الويروتي مدرب يوصي القيادة كما ذكرنا حامد السلايمي. مبروك ألف مبروك. يا هلا.